كنز وألعاب، هيا بنا يا أصحاب ليبي. مرحباً، هذا أنا بليبي، وأنا اليوم في نادي ديفاي للنطاطات في توم ووتر في واشنطن. رائع! أتلاحظون ما ألبس بقدمي؟ ألبس جوارب ملتصقة، وهي مخصصة لمنع الانزلاق أرضاً. سيكون هذا الأمر رائعاً جداً، فأنتم وأنا سنتعلم حروف الأبجدية الإنجليزية. نعم! واو، شاهدوا هذا المكان، هو بالإنجليزية أوسم. هاي أوسم أي رائع، وتبدأ بحرف أي. نعم، من الممتع جدا أن نقفز عاليا في الهواء هكذا. هواء بالإنجليزية air. نعم air، تبدأ بالحرف أي. رائع. أصدقائي شاهدوا، أنا الآن أثب عاليا. باونس أي أثب، وتبدأ بحرف بي. نعم أي بي. وهو واو، هيا بنا. رأيتم ذلك؟ هذه باك فليب، تقلب خلفي. أوب. باك فليب بالإنجليزية تبدأ بحرف بي. أي بي. وي. معي. هذه اسمها بلاك باسكتبول، أي كرة سلة سوداء. الكلمتان تبدأان بحرف بي. تلك تسمى باسكت وتعني السلة، وتبدأ بحرف بي. أشعر بالتعب، لذا سأزحف. أزحف أي كرول. وي، أنا أزحف. هاي كرول، تبدأ بالحرف سي. A B C. نعم سي هو الحرف الثالث. واو. هاي القطة هي كات، لنقلدها. مياو مياو مياو. إن كلمة كات تبدأ بالحرف سي. واو، أصدقائي انظروا معي إلى هذا المكان، هو مخصص لكرة دوج بول. واو، وهي تعني بالعربية الكرة الخادعة. يبدو أنني سأواجه خصوماً. كلمة دوج بول تبدأ بالحرف دي. هذه اللعبة مسلية جداً. واو، نرمي فيها هذه الكرات على الناس. حسناً، هيا بنا، نحن سنفوز. هذا الفريق بالإنجليزية دابل تيم. واو، أي فريق ثنائي، وتبدأ بالحرف دي. واو. إليكما مزيدا من الكرات. أنا أتجنب هذه الكرات. هيا لنخرج من هنا. واو، أيها الأصدقاء، تعلمنا الحروف A B C والحرف D، الحروف الأولى من الأبجدية الإنجليزية. لقد كنت أقلد إيجل أي النسر، ويبدأ بالحرف إي. قو 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 قو. هل تعلمون اسم حيوان آخر بالإنجليزية يبدأ بحرف إي؟ أو لقد عرفت، إنه كبير جداً، لونه رمادي، له خرطوم وأنياب. وتعني الفيل، وتبدأ بالحرف إي. واو، هذا ممتع وممتع بالإنجليزية. فان. هاي، وصلنا معا إلى الحرف إف. نعم فان، تبدأ بالحرف إف. واو، اسمعوا كلمة ف
فال أي سقوط، وفوم أي هذه. هاتان الكلمتان تبدأان بالحرف F. شعور ممتع. حسناً، سأذهب الآن إلى جدار التسلق هناك. هاي، شاهدوا هذا. هذا يسمى جدار التسلق. سأستعمل أصابعي لأمسك بالنتوءات. وكلمة grab تعني إمساك. هاي، grab تبدأ بالحرف G. واو! وي! أنا أقلد غوريلا. أصدقائي، كلمة غوريلا تعني حيوان الغوريلا. هاي، الغوريلا تحب التدلي. التدلي أي هانج. نعم، انظروا، أنا أتدلى. كلمة هانج تبدأ بالحرف H. أصدقائي، من الممتع تعلم تلك الحروف الإنجليزية بصحبتكم. هاي، مرحباً. هذه يد، هي بالإنجليزية هاند. نعم، هاند. هذه الكلمة تبدأ بالحرف H. أرجو أن تكونوا مستمتعين يا أصدقائي بتعلم الحروف الإنجليزية. هاي، لنلخص ما تعلمناه. تعلمنا حتى الآن A, B, C, D, E, F, G وحرف H. حسناً، ما الحرف التالي؟ I. I تعني أنا بالإنجليزية. نعم. هذا حار لو أن معي مكعبات ثلج أي آيس كيوبس. نعم، أو منزل الأسكيمو أي إيجلو. جاي أول كلمة جامب. أي القفز. حسناً. واو. هاي، أنا أعلم كلمة أخرى تبدأ بالحرف جي وهي جاغل وتعني تنطيط الأشياء. سأحاول ذلك. واو، ذلك مضحك. هاي، هيا لنتابع. أقلد أحد الحيوانات. أتعلمون اسمه بالإنجليزية؟ نعم، اسمه كانجارو أي الكنغر. تبدأ بالحرف K. واو، تخيلوا معي. أني أطير كايت. كايت أي طائرة ورقية وتبدأ بالحرف K. وكلمة ركل أيضاً كيك. واو، أركل هذه المكعبات الإسفنجية. رائع. هاي، الحرف التالي في بداية كلمتي أحب، ولكن باللغة الإنجليزية وهو الحرف L. الكلمة love يا أصدقاء. أنا أحب هذا المكان الرائع كثيراً. واو. هل تحبون شيئاً ما؟ ربما تحبون إخوتكم، أو ربما تحبون الخضار، أو ربما تحبون أسرتكم كثيراً، أو ربما تحبون المثلجات. من الممتع تعلم الأبجدية الإنجليزية بصحبتكم. حسناً، لنرى ما تعلمنا. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. الحرف التالي هو M. موسيقى أي ميوزيك. الموسيقى تجعلني أتحرك. أتحرك هي move. واو. وي. هاي، سألمح لكم عن الحرف التالي
وهذا الحرف هو الحرف الأول من كلمة تحمل صفة جميلة. الصفة من صفاتكم وهي nice. نعم، وهي تعني اللطيف. أنا فخور جداً لأنكم لطفاء مع أسركم وأصدقائكم. نعم، أحسنتم. الحرف N. حسناً، الآن حان الوقت لأقفز. انظر إلي. ووهو. 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 أوه. 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 لا، لقد علقت. إن كلمة not تعني لا بالعربية. not لا. حسناً، هيا بنا، لقد خرجت. إن كلمة octopus أي أخطبوط، فلو كنت أخطبوطاً لاستطعت الخروج في الحال، فهو له ثماني أذرع طويلة أو مجسات. أوكتوبوس تبدأ بالحرف أو. هاي، والزيتون تلفظ أوليف. أجل، زيتون أسود وأيضاً زيتون أخضر، وكلمة أوليف تبدأ بالحرف أو. أريد بسكوتاً. أريد بسكوتاً. أريد بسكوتاً. أريد بسكوتاً. بلبي بلبي. نعم، أقلد باروت أي ببغاء. وتبدأ بالحرف بي. ووهو. هاي، هناك كلمة أخرى وهي كلمة بوزيتيف وتعني الإيجابي. علينا أن نكون إيجابيين، فهذا جيد. نعم، سأنتقل إلى الكلمة التالية وهي people وتعني الناس. positive و people كلمتان تبدأان بالحرف P. أوهوهو. سأتحدث عن الطيور. أحد الطيور المفضلة لدي له شيء صغير على رأسه. نعم، هكذا. هل تعلمون ما اسمه؟ نعم، إنه كويل أي سمان، وهو طائر لطيف وهادئ. هادئ تعني كوايت. أحسنتم، رائع. سأركض بسرعة كطائر السمان. كلمة بسرعة بالإنجليزية quickly. هاي، quickly تبدأ بالحرف Q. نعم، Q. أنا أشعر بأنه حرف لطيف. حسناً، لنلخص كل الحروف الإنجليزية التي تعلمناها معاً حتى الآن. A B C D E F G H I J K L M N O P Q. نعم، لخصناها معا. تلخيص أي ريكاب. ريكاب، هذه الكلمة تبدأ بالحرف R. أجل، R هو الحرف التالي. R. هاي، لكن ما هذا؟ واو، يسمى بالإنجليزية رامب أي منحدر، ورامب تبدأ بالحرف R. واو، تعالوا معي. واو. هاي، أتذكرون هذا المكان؟ لدينا مكعب أحمر، وأحمر ريد باللغة الإنجليزية، وريد تبدأ بالحرف R. وحبل ووهو أي روب. هذا مذهل. روب وريد وأيضا رامب كلمات تبدأ بالحرف R. تعالوا إلى هنا. واو، شاهدوا معي تلك الأرجوحة. أرجوحة بالإنجليزية هي سوينغ. نعم، سوينغ تبدأ بالحرف S.
وإس هو الحرف التالي الذي سنتعلمه معاً. حسناً، ست معناها الجلوس بالعربية، وأنا سأجلس. والآن هيا بنا. 3 2 1. واو! واو! انظروا هنا، هذه تسمى ترامبولين، أي النطاطة. إذن حرفنا التالي هو تي، وتي بداية ترامبولين. انظروا، أنا أقلد شكل حرف تي بوضع هذا. ذراعاي هما أعلى حرف تي، وساقاي هما أسفل حرف تي. هذا مضحك. واو. 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 هل تعلمون ما اسم الديناصور الذي أقلده؟ إنه تي ريكس. ومعناها التيرانوسور. كلمة التعب هي tired، وأشعر به كثيراً الآن. سأستريح قليلاً. ولكن tired تبدأ بالحرف تي. حسناً، أظن أنه حان وقت متابعة اللعب. واو! تعالوا إلى هنا! هل ترون؟ أنا أقلد يونيكورن! وي! أي وحيد القرن! أجل! أنا حصان وحيد القرن! يونيكورن تبدأ بالحرف يو! وقت تلخيص ما تعلمناه. تعلمنا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U. نعم، أحسنتم. حسناً، لقد أشرفنا على الانتهاء. والآن الحرف التالي هو الحرف V. هل تسمعون؟ هذا صوت نغمي فيولين. نعم، أي الكمان. فيولين تبدأ بحرف V. الكمان آلة موسيقية. واو، الكمان يصدر صوتاً جميلاً جداً. أما هذا فصوت النسر. والنسر أي فولتشر. كلمة فولتشر تبدأ بالحرف V. الآن سأطير في الفضاء مثل النسر. رائع! V، أشعر بأن هذا الحرف مميز بين الحروف. هاي، انظروا كيف أمشي الآن. كلمة walk تعني المشي وتبدأ بالحرف W. أنا الآن أمشي إلى الخلف. ويسل أي صفير، وتبدأ بالحرف W. هل تسمعون هذا؟ نعم، أتسمعون صوتي؟ هل سمعتموني عندما صفرت؟ هذا يسمى ويسبر، أي كنت أهمس قبل قليل، لكن ليس الآن. كلمة ويسبر تبدأ بالحرف W. إكسيليفون هي آلة موسيقية. إكسيليفون تبدأ بالحرف X. نعم. هاي، استمتعت كثيراً باللعب معكم في نادي ديفاي للنطاطات. من الجيد أننا لم نكسر، وإلا احتجنا إلى صورة أشعة سينية، أو بالإنجليزية X-ray. هل احتجتم إلى صورة أشعة من قبل؟ إذن تبدأ X-ray بالحرف X.
كلمة يل تعني الصراخ كما كنت أفعل قبل قليل. يل كلمة تبدأ بالحرف واي، لكن هاي شاهدوا هذا المكعب. أجل، لونه يلو أي أصفر. نعم، يلو كلمة تبدأ بالحرف واي. وي ووهو. أقلد حمار الوحش أي زيبرا، وهو باللونين الأبيض والأسود. وكلمة زيبرا تبدأ بالحرف زي. نعم زي، هذا الحرف الأخير من الحروف الإنجليزية. ووهو. كلمة أخرى تبدأ بالحرف زي، زب، وتعني بالعربية الانطلاق السريع. شاهدوا هذا. هل رأيتم أصدقائي؟ كيف انطلقت بسرعة كبيرة وعدت بسرعة أيضاً؟ استمتعت كثيراً بتعلم الحروف الإنجليزية معكم. إذن أظن أن علينا قراءة كل الحروف الإنجليزية معاً. مستعدون؟ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y وأخيراً Z. أحسنتم عملاً. لقد استمتعت كثيراً بتعلم الحروف معكم يا أصدقائي. إذن وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. هل يمكنكم تهجئته؟ B-L-I-P-P-I بلابي. الآن صرتم تعلمون الحروف بلا شك. حسناً، أراكم بخير. إلى اللقاء. مرحباً يا أصدقاء، هذا أنا بلابي، واليوم سنتعلم معاً أشياء عن المركبات الثقيلة. لنبدأ، هل تعلمون أي مركبة هذه؟ لنذهب كي نعلم. مرحباً، هذا أنا بلابي. واو، انظروا أين أنا. نعم، اليوم أنا في تيناينو في واشنطن في موقع بناء رائع. إذن أنتم وأنا سنتعلم اليوم عن المركبات. هي مركبة ثقيلة، لها في مقدمتها نصل كبير الحجم وهو يدفع كل شيء بعيداً عن طريقه. المركبة قوية وبطيئة قليلاً. أيضاً يبدأ اسمها بحرف جيم. أنا أعلم ما هي. هل عرفتم المركبة؟ حسناً، هيا بنا لنراها. انظروا إليها. واو، هذه المركبة تستعمل في البناء. أيضاً هي مركبة ثقيلة قوية جداً. إذن هل عرفتم اسمها؟ نعم، هذه مركبة تسمى الجرافة. واو، تبدو قوية جداً. هيا تعالوا. واو، هذا يسمى نصل الجرافة. نعم، ومهمته هي أن يبعد كل شيء من أمامها ويكون مستوياً على الأرض، ثم تصير الأرض مستوية مثله. واو! واو! كيف تحصل على طاقتها؟ من هذا المكان. نعم، من المحرك، وهذا هو مكان محرك المركبة. نعم، يولد كثيراً من الطاقة ثم يطرح الدخان عن طريق العادم. واو! هذا رائع. هاي، أترون هذه؟ ها، هذا مضحك. انظروا، ليس لها عجلات وإطارات. أمر غريب. أوه، هذا حزام مجنزر، هكذا يسمى. نعم، تنغرس هذه الأشياء المعدنية في التراب والحصى والوحل، بذلك تحصل على قوة الدفع، وهكذا لن تنزلق هذه المركبة. حسناً، سأقود هذه الجرافة. ووهو. أوه، مقعد مريح. حسناً،
ما علينا فعله الآن السلامة أولاً. ممتاز. ثم بعد أن وضعت حزام الأمان هذا أستطيع أن أتحكم في الجرافة. نعم، نحن نتحكم في الجرافة ولكننا لا نقود الجرافة. هل ترون أذرع التحكم؟ بهذه الأذرع نتحكم في الجرافة. هذه تحركها إلى الأمام وإلى الخلف. أما هذه، نعم، نستعمل هذه الذراع كي نتحكم في النصل. حسناً، هيا بنا لندر المفتاح. ووهو، جيد. هيا لنرفع ذراع الأمان. انتهيت. والآن هيا بنا ننطلق. ووو، شاهدوا هذا. ووهو، حسناً. ووو. ذلك ممتعا. واو، كانت الجرافة مذهلة. واو، هي مركبة ثقيلة قوية. هل رأيتم ذلك النصل الكبير؟ نعم، هو جزء مفيد قوي. إنه يدفع أي شيء، فهو لا يترك شيئاً أمامه. المركبة الثقيلة الأولى كانت الجرافة. هذه المركبة الثقيلة مفيدة جداً، فهي تنظف الطرق أمامها. أتستطيعون تخمين ما المركبة الثقيلة التالية؟ هيا لنعلم ذلك. سأعطيكم بعض التلميحات عن المركبة التي سنتعلم عنها. حسناً، هذه المركبة مهمتها هي الحفر. نعم، تسير على أحزمة مجنزرة. أجل، لها ذراع وداعم ولها مغرفة تحفر الحفر، ويبدأ اسمها بالحرف حاء. هل عرفتموها؟ حسناً، هيا بنا. شاهدوها، أرأيتم ذلك؟ نعم، هذه تسمى الحفارة. نعم، كنت أقود المركبة وهي تحمل الجذع الخشبي. مهلا، أسمعتم؟ نعم،
إنها تسمى الحفارة. هي مركبة رائعة. في الحقيقة هي حفارة صغيرة. نعم، فثمة حفارات صغيرة وحفارات كبيرة مثل تلك. واو، أرأيتموني وأنا جالس على المقعد؟ نعم، هذه قمرة التحكم الخاصة بالحفارة. واو، داخلها أذرع تحكم كثيرة. رائع جداً. هاي، انظروا إلى هذه. واو، مثلها مثل الجرافة. للحفارة أحزمة مجنزرة، لكن أحزمة الجرافة معدنية. أما هذه فهي مطاطية مثل العجلات. واو، مركبة مذهلة، والقمرة تدور في مكانها. هل رأيتموني وأنا أدورها؟ واو، هذا رائع. واو، أما هنا، واو، فغير واضح لأن المغرفة أمامه، لكن هذا هو النصل مثل ما في الجرافة. لهذه الحفارة نصل أيضاً لتمهد الطرق أمامها وتبعد الأشياء عن طريقها. وحيث وضعنا الجذع الخشبي، نعم، هذه تسمى المغرفة في مركبة الحفارة. واو، انظروا، لهذه المغرفة أسنان. نعم. واو، واو، شاهدوا هذا. يبدو أن هذه سن كبيرة، ولكن اسمها في الحقيقة الإبهام. هاها، الإبهام يستعمل للإمساك بالأشياء كهذا الجذع الخشبي. واو، أما هذه فهي الذراع والداعم لإطالة الذراع، وهي التي ترتفع ثم تتحرك وتحرك المغرفة كي تحفر. رائع، سأجلس فيها الآن وأحفر قليلاً. ووهو، ها أنا الحفارة، الحفارة تعمل بمهارة، فأنا الحفارة، إني الأقوى في الآلات وذراعي من أقوى الأدوات، في الأرض أحفر أحفر لا أخشى أي عقبات، وبكل مهارة فأنا الحفارة. مغرفة كالمخلب أعمل دوما لا أتعب، في الأرض إني أحفر وأنا أبدا لا أنصب، وبكل مهارة فأنا الحفارة. أترون الآن ليس لي قدمان، وكيف تتحركين الآن؟ أمشي بأمان أسعى في كل مكان، أنا الحفارة، الحفارة تعمل بمهارة، فأنا الحفارة. شاهدوا حجم الحفرة الكبيرة التي حفرتها هنا. رائع جداً. هاي، انظروا أيضاً إلى كومة التراب هذه. واو، أحب التراب. نعم، لأنه من الممتع اللعب به، أيضاً لأن التراب هو الموطن المناسب لبعض النباتات. ووهو، يا نباتات خذي هذا التراب. ووهو، واو، الحفارات مدهشة. نعم، ألم تكن الحفارة مركبة رائعة حقاً؟ أنا أحب حفر الحفر كثيراً، والحفارة تجعل الحفر عملاً سهلاً وممتعاً أيضاً. واو، استمتعنا كثيراً بتعلمنا عن مركبة الحفارة اليوم، صحيح؟ نعم، قد تستطيع أن تحفر حفراً ضخمة بالحفارة أيضاً، لأنه ليس لها عجلات بل لها أحزمة مجنزرة. نعم، أنت لن تعلق أبداً. رائع، حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن إذا أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أي يمكنكم تهجئته معي؟ BLI BBI. بلبي، أحسنتم عملاً، أراكم بخير، إلى اللقاء.
مرحبا، هذا أنا بليبي، واليوم أنا في قلعة ميديفال تايمز في أورلاندو في فلوريدا. واو، انظروا إليها، هذه تسمى قلعة. واو، والآن نحن في العصور الوسطى، أي نحن في زمن قديم جدا، أظن أن هذا في القرن الحادي عشر. واو، أتعلمون ما العصور الوسطى؟ لم يتنقل الناس بالسيارات، وي 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 وي، بل كانوا يتنقلون على الأحصنة. هذا مضحك. هاي، هل فكرتم يوماً كيف كانت الحياة في تلك العصور؟ نعم، أصدقائي، اليوم أنا وأنتم سندخل إلى قلعة أورلاندو هذه ونعلم كل شيء معاً. رائع، ربما قد نقابل في أثناء زيارتنا أحد الفرسان، سيكون هذا مذهلاً جداً. هيا لندخل الآن. واو، انظروا هنا، هذا حصان حقيقي. مرحبا أيها الحصان. إنه لطيف جدا. الآن نحن في إسطبل القرية. أجل، الإسطبل هو مكان تناول الأحصنة للطعام ومكان نومها. نعم، تجهز الأحصنة وتعد عدتها لأجل البطولة. رائع. هاي، أتعلمون ما يسمى صوت الحصان؟ نعم، إنه الصهيل. هاي، هل قلدتم صهيله معي؟ حسناً، مذهل، هيا بنا. هذا مضحك. حسناً، هذا حصان لطيف جداً، هيا لنذهب معاً كي نساعد على تجهيز الأحصنة الأخرى للبطولة. هيا هيا، تعالوا. انظروا هنا، على المنضدة كل الأدوات التي نحتاج إليها من أجل تجهيز الأحصنة للبطولة. نعم، شاهدوا هذه. واو. أجل، هذه تسمى فرشاة، تستعمل لتنظيف الغبار عن ظهر الحصان. نعم، هذه فرشاة جسد، لكنها لجسد الحصان. واو، شاهدوا ما لدي هنا. شائكة. أجل، هذه تسمى فرشاة عرف الحصان وذيله. نعم، لها أسنان طويلة لنستطيع تمشيط شعره مثل تمشيط شعرنا. هذا مضحك. واو، انظروا إلى هنا، هذا كل الذي سنضعه على الحصان. لدينا قاعدة السرج. نعم، هذه القاعدة ناعمة وطرية. انظروا، أول ما سنضعه على الحصان لنحرص على أن السرج مريح وطري. أجل، واو، شاهدوا هذا. أصدقائي، انظروا إلى ضخامة حجم هذا السرج. هذا السرج ذو وزن ثقيل، ونضعه على ظهر الحصان ليستطيع الفارس الجلوس فوق ظهر الحصان. أيضا نثبته بهذه التي تشبه الحزام، صحيح؟ نثبته جيداً ونمتطيه، ويجري الحصان ونحن فوقه بسرعة. هذا مضحك. واو، أما هذا فآخر شيء سنضعه في البطولة فوق ظهر الحصان. إذن هذا يسمى الوشاح. نعم، الوشاح ملون باللون الأخضر واللون البني. رائع، أحسنتم عملاً. حسناً، وظيفة الوشاح هي التمييز بين فارس وحصانه وفارس آخر وحصانه، وذلك لئلا يتشابه الجميع عند ارتداء الدروع وامتطاء الأحصنة. نعم، لذا نضع الوشاح فوق السرج الذي على ظهر الحصان. إذن هذا ما نحتاج إليه. حان الوقت يا أصدقاء كي نجهز الحصان من أجل البطولة. حسناً، أولاً سنأخذ الفرشاة. تعالوا. مرحباً. هاي، انظروا، الحصان الذي أمامنا جميل جداً. مرحباً، هو يسمى هومو. مرحباً هومو. أولاً لنمشط فرو هومو، بل شعره، فلا فرو له، هذا مضحك. نعم، مشط مشط مشط، لنزل الآن كل الغبار عنه.
رائع! والآن بعد أن نظفنا هومو وأزلنا كل الغبار عن ظهره، يمكننا وضع قاعدة السرج والسرج، ولن ننسى وضع الوشاء. هيا بنا! فعلناها. ساعدنا هومو على وضع كل أدوات البطولة على ظهره. وانظروا، يميزه اللون الأخضر والبني. نعم، كان ذلك ممتعاً جداً. إذن هومو مستعد، لكن حان الوقت لنرتدي الآن ملابس البطولة الخاصة بنا ونجهز أنفسنا. حسناً، سنذهب، ولكن أظن أن الحصان هومو أنجز عملاً ممتازاً، لأنه قد أنهى تناول كل الخضر والفواكه لنعطيه مكعب السكر هذا. مرحباً، أحسنت هومو. أوهو، هذا يدغدغ. أوهو، أنت حصان مطيع لطيف. حان الوقت كي نرتدي الثياب الآن. تعالوا. مرحبا، هذا أنا الفارس بليبي. هذا مضحك، أنا لست فارسا، لكن اليوم أنتم وأنا سنتعرف معا حياة الفرسان الذين عاشوا قبل نحو 1000 سنة. واو، أظن أن هذا زمن بعيد جدا. هل تساءلتم ما يعني أن تكونوا فرسانا؟ أي أن تكونوا شجعانا وعليكم امتطاء الأحصنة. تقليد مضحك، وعليكم أن تكونوا أقوياء ولطفاء. واو، بعد التفكير أظن أنه ليس من السهل أن نكون فرسانا. واو، انظروا، هذا فارس حقيقي. حان وقت منح بليبي لقب الفارس بليبي. أنا سعيد جدا، فأنتم وأنا لا نتعلم عن الفرسان فحسب، بل سأصير فارسا. لكن أولا علي أن أخوض تحديات الفرسان الثلاثة. واو، شاهدوا هذا، هذا يكون أول تحد للفرسان، يدعى بتحدي الحلقات الأكبر. نعم، إذن من أجل الفوز بتحدي الحلقات الأكبر يجب أن نمسك بالرمح، وهذا الرمح يشبه عصا كبيرة، وإدخاله في حلقتين متتاليتين، واحدة هنا والأخرى هناك في تلك الجهة. لن نربح إذا دخل في واحدة بل في اثنتين. هكذا نفوز بتحدي الفرسان. رائع، هذا سيكون أمرا ممتعا جدا، لكن علي التجهز بعدة الفرسان. تعالوا. أوه، شاهدوا هذا، هذا لفارس حقيقي ويسمى رمحا. واو، إن وزن هذا الرمح ثقيل. هذا سأستعمله للفوز في تحدي الحلقات الأكبر. لكن ما نفع الفارس من غير حصانه الوفي؟ هاي، انظروا معي، هذا حصاني الوفي براوني. هاي، مرحبا براوني، مرحبا. حسنا، لدي رمحي ولدي براوني، لذا أنا مستعد لخوض تحدي الفرسان. هيا بنا. والآن هيا لنبدأ. مستعد براوني؟ إذن وأنا مستعد لتحدي الفرسان. واو، لم أدخله إلا في حلقة. هذا يعني أنه علي وعلى براوني الآن إعادة تحدي الفرسان مرة أخرى. وهذا رأي براوني. حسنا، هيا بنا. إذن لنحاول مرة أخرى، سأنجح الآن. هيا بنا. واو، كان ذلك صعبا. أشعر بالتعب بعد تحدي الفرسان. انظروا، لكن حصلنا على حلقتين. أشكر مساعدتك براوني. كان ذلك ممتعا. والآن حان وقت الانتقال إلى تحدي الفرسان الثاني، لنذهب كي نعلم. تعالوا. واو، براوني، أجل، نجحنا في اجتياز تحدي الفرسان الأول، وبذلك اقتربنا من أن نصير فرسانا. رائع. حسنا، تحدي الفرسان الثاني
أصعب بلا شك، يحتاج إلى الخفة والقوة والمهارة في ركوب الأحصنة أيضاً. نعم، اسمه التقاط الراية. إذن أنا وفارس آخر سنرمي بيننا رايتين 3 مرات، إن نجحنا في ذلك 3 مرات فعندها سنفوز بالتحدي الثاني. حسناً، هيا بنا. أحتاج إلى بعض المساعدة، لكن صديقي الفارس الماهر سيساعدني. حسناً، هل أنت مستعد؟ مستعد. إذن هيا بنا. 1، 2، 3. 1، 2، 3. 1، 2، 3. لقد نجحنا، التقطنا الراية 3 مرات. كان ذلك ممتعاً جداً، شكراً براوني. رائع. حسناً، لم يبقى أمامنا إلا التحدي الثالث، وهذا التحدي الأخير صعب جداً، واسمه تحدي درع الفرسان. يجب أن ألبس كل ملابس الفرسان ومعداتهم في أقل من 10 ثوان. واو، لن تستطيع مساعدتي على هذا براوني. إلى اللقاء، إذن أراك في الإسطبل. حسناً، أنا مستعد الآن. اضبطوا مؤقت الساعة، هيا بنا. واو، هذه الدرع رائعة حقاً. نعم، نجحنا، لقد اجتزنا تحديات الفرسان 3، والآن سأصير الفارس بليبي. واو، ما رأيكم في أن نؤدي معاً رقصة الاحتفال بالنصر؟ حسناً، هيا بنا. كان ذلك مذهلاً، الآن سأصير فارساً. ليس بهذه السرعة بليبي. لماذا أيها الفارس؟ لأنه بقي لديك تحديان 2. بقي تحديان؟ ولكني اجتزت 3. ليس صعباً أن نفوز بآخرين. إذن ما التحديان الآخران؟ الأول عليك تعلم ميثاق الفرسان. واو، أتعلمون ما ميثاق الفرسان؟ ولا أنا، ولكن ما الميثاق؟ القسم بأن تكون شجاعاً. حسناً، يجب أن نكون شجعاناً. وقلبك لا يعرف إلا العطف. حسناً، إذن هذا يعني أن نكون لطفاء. يساعد بسيفه المحتاجين ويناصر بقوته الضعفاء. هذا يعني أن نساعد الآخرين عندما يحتاجون، ولا ينطق إلا بالحقيقة. عليكم قول الصدق. هذا أمر سهل يمكننا فعله. ما التحدي الآخر؟ نعم، التحدي الآخر يسمى تحدي رمي الرمح. واو، يبدو أن هذا التحدي الأخير سيكون صعباً جداً، ولكني أرتدي كل قطع درع الفارس وأرجو أن أفوز. أجل، حسناً، هيا بنا. أنا مستعد الآن، تعالوا. واو، أنا لا أصدق أننا سنقابل الحاكمة الآن ونبدأ بمراسم منح لقب الفارس. رائع. حسناً، هيا بنا. أنا دونيا ماريا حاكمة هذه البلاد، سأمنحك يا بليبي بهذه الحركات الأولى والثانية والثالثة لقبك الجديد الفارس. رائع، أخيراً نجحنا. أحسنتم عملاً، وشكراً لأنكم ساعدتموني على إتمام تحديات الفرسان. كانت تحديات صعبة، ولكننا أحسننا العمل معاً. من الممتع تعلم أشياء عن الفرسان الذين عاشوا في القرن 11 قبل زمن بعيد جداً. أيضاً تعلمنا أن الفرسان ليسوا أقوياء فقط، بل لطفاء ويساعدون الآخرين. حسناً، هذه نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. هاي، أيمكنكم تهجئته معي؟ نعم، BLIPPI، بليبي. أحسنتم عملاً. أظن أن اسمي صار الفارس بليبي. هذا مضحك. إذن أراكم بخير، إلى اللقاء. مرحباً، هذا أنا بليبي، ونحن في مركز سينابس لمهارات السيرك في أوبورن في واشنطن. رائع، شاهدوا هذا المكان. يزهو بالألوان الجميلة، يأتي الأطفال إلى هنا لتعلم بعض مهارات السيرك الممتعة. هاي، مرحباً، من أنت؟ المدربة كريستل، سأعلمك بعض مهارات السيرك اليوم. أجل، متحمس جداً. لكن أولاً عليك خلع الحذاء. حسناً، علي خلع الحذاء. هيا لنخلع الفردة الأولى فالفردة الثانية. انتهيت،
خلعت الحذاء، الآن حان وقت التعلم. واو، شاهدوا هذا المكان، إنه مذهل. انظروا هناك، ثمة كثير من الأشياء الرائعة. واو، يبدو أنها كرات اللعب. إنها ملونة. ريش، ماذا يفعل الريش هنا؟ هذا مضحك. واو، انظروا، يبدو كأنه حبل مشدود. إنني متحمس جداً لأتوازن عليه. رائع، إنها لعبة القفز، وهي مرنة جداً. أرغب في القفز عليها، لكن ليس قبل أن أمارس تمرينات التمدد والإحماء. نعم، واو، شاهدوا هذا، يبدو أنها أرجوحة، أليس كذلك؟ واو، أوه، ستائر البهلوان، رائعة، ما اسم هذا اللون؟ أجل، إنه اللون الأرجواني. واو، تعالوا معي. ستارة أخرى، هذه لونها أصفر. حسناً، يكفي لعباً، علينا أن نبدأ بتمرينات الإحماء، سنقضي وقتاً ممتعاً. أوه، مرحباً. أهلاً، مستعداً للإحماء؟ نعم، أنا مستعد. إذن سنركض إلى الجدار الأزرق ونرجع إلى هنا كي نستعد للتدريب. حسناً، لنركض. شاهدوني، أنا أركض. هيا، لتكن دائرة تدريبنا في المنتصف. حسناً. تدوير الذراعين إلى الخلف، وذلك من أجل التعلق على الستارة البهلوانية والأرجوحة. رائع. وإلى الأمام كأننا نسبح. حسناً، شاهدوني، أنا أصنع دوائر كبيرة بيدي. الآن سنجلس أرضاً. حركة الفراشة، ضع قدميك معاً واصنع فراشة. أوه، راقب هذا، إنني أرفرف مثل الفراشة. نعم، تبدأ حياة الفراشة يرقانة، ثم تبدأ بالتحول وتصير بعدها فراشات جميلة جداً. هيا، ضم جناحيك ثم مدهما لأننا سنقلع إلى القمر. أمسك أصابعك، مستعد؟ 5، 4، 3، 2، 1، انطلاق! سنعيد الكرة لكن هذه المرة من 3، 2، 1، انطلاق! هاي، رائع! والآن لنقف ثانية، أنت مستعد؟ أجل! الآن سنمارس بعض ألعاب السير. هيا بنا! واو، إنها ماهرة جداً، أرأيتم كيف قفزت عالياً؟ نعم، رائع، انظروا ماذا تفعل. هذا مذهل، يأتي الأطفال إلى هنا ويتعلمون فنون السيرك. واو، انظروا إليها. هذه الفتاة تستعمل ستائر الألعاب البهلوانية، شاهدوها. واو، ما هذه الزاوية؟ رائعة جداً. أصدقائي، أترون هذه الأوراق خلفي؟ نعم، كتب عليها شيء ما، إنها أهداف. عند إنجازكم إياها يكتب اسمكم على اللوحة. لنقترب أكثر، كتب التأرجح في الهواء. واو، هذا يعني أن كل الأشخاص الذين دونت أسماؤهم هنا قد أنجزوا العمل، مثل نيل وإليسا وجوانا وزوي. واو، أحسنتم. واو، لنقرأ المزيد. واو، التقلب بالأرجل الممدودة. واو، هذا صعب، لنرى كم شخصا فعل ذلك. واو، هذا رائع جدا. أوه، تقليب 6 كرات. واو، وهذا صعب أيضا، انظروا، لذا لم يستطع أحد إنجاز هذا العمل. واو، يا لصعوبته. خطرت لي فكرة، لما لا أختار أحد هذه الأهداف وأنجزها اليوم؟ يعني كثيراً من المرح. الدحرجة الأمامية والوقوف من غير مساعدة اليدين. واو، يبدو ممتعاً، علي التدحرج، ثم عندما أقف علي ألا أستعمل يدي البتة. هيا، سأجربها، لنمرح قليلاً. خذي القلم، تستطيع كتابة اسمك على اللوح. حقا، هذا أمر مذهل. أجل. حسنا،
هيا بنا، والآن حان وقت كتابة اسمي. B-L-I-P-P-I ليبي. واو، هذا رائع جداً. شاهدوا هذه الزاوية، إنها مليئة بالأشياء الرائعة. واو، ما هذا؟ رائع، إنها تشبه قوس المطر. هوهوهو، هذه حلقات أرجوانية. واو، لونها أرجواني. هوهوهو، رائع، جميلة. ولدينا هنا حلقات زرقاء، وهذه حلقات خضراء، وحلقات صفراء، ولدينا هذه الحلقات الحمراء تميل للبرتقالي لكن لنسميه أحمر. أيضاً لدينا حلقات وردية. واو، إن هذه الحلقات الملونة رائعة. لحظة، ماذا يسمى هذا الشكل؟ الحلقة شكلها دائري. شاهدوني. واو، سأجرب قذفها في الهواء. هيا بنا. واو، أوقعت واحدة. هذا ممتع، ويمكنكم تدويرها بأيديكم أيضاً. واو، سأضيف مزيداً من الحلقات. سيكون هذا رائعاً جداً. لنبدأ. واو 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 واو، هذا مدهش. انظروا إلي، هذه حركة قلب الحلقة، يمكنكم تجربتها. أجل، حاولوا قلبها. شاهدوني. نجحت. حسناً، سأعيدها إلى مكانها. لقد نسيت هذه. انتهيت، والآن بعد أن أعدنا الحلقات إلى مكانها، ربما نجرب شيئاً آخر. واو، مثل هذه. إنها تسمى ريشة طاووس. واو، إن طائر الطاووس جميل جداً. أرأيتم طاووساً من قبل؟ واو، انظروا، إنه يبسط ذيله فيصير شكله رائعاً. ولكن اليوم ما سأفعله هو أني سأخذ ريشة الطاووس هذه وأحاول موازنتها. سأضعها على إصبعي. واو، انظروا إلي، أنا أوازنها وأحاول ألا تسقط على الأرض. واو، يمكنكم موازنتها وأنتم في مكانكم، أو موازنتها وأنتم تتحركون. واو، إنه صعب. واو، شاهدوني، مستعدون؟ سأحاول وضعها على أنفي. لقد وزنتها. هذا مضحك. الموازنة لعبة ممتعة جداً. ماذا لدينا هنا أيضاً؟ واو، يبدو أنها واو، بعض الأعواد. وهنا لدينا بعض الأطباق. ما عدد هذه الأطباق؟ هيا، واحد، اثنان، ثلاثة أطباق. ما ألوان هذه الأطباق؟ هيا، أزرق وأحمر. أجل، وأصفر. حسناً، لنأخذ الطبق الأزرق وهو أحد الألوان المفضلة لدي، ثم سندوره. واو، هيا بنا. رائع، أترون كيف يدور ويتوازن؟ أجل، لحظة، الطبق مصنوع من البلاستيك، فإياكم أن تستعملوا أطباق المنزل، وإلا انكسرت فهي مصنوعة من الزجاج.
واو! أما هذه فخاصة بالسيرك. واو! دور دور دور، مستعدون؟ واو! سأعيد الكرة. واو! أرأيتم ذلك؟ هيا بنا. حسناً، لن أعيدها ثانية. إذن هيا نرجعها لنرى ماذا لدينا. واو! انظروا إلى هذا، هناك كثير من كرات اللعب. أصدقائي، تعلمون أنني أحب قذف الكرات طول الوقت. لنضعها. واو! ذات ألوان كثيرة، شاهدوها، إنها تذكرني بالنحلة. أجل، إن النحل عظيم جداً لأنه يصنع العسل. يام، أنا أحب العسل. حسناً، وهذه كرة لونها أحمر وأسود، وكرة زرقاء وبيضاء وخضراء وسوداء. سأخذ ثلاث كرات فقط، سأختار هذه. حسناً، مستعدون؟ سأجثو على ركبتي وأقذف الكرات. واو! قذف الكرات ممتع! إنه صعب قليلاً. واو 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 واو! لكن بالتدريب المتواصل يمكنكم فعل كثيراً من الأشياء. فعلتها! حسناً، راقب هذا. والآن سأقذف كل هذه. مستعدون؟ إذن سيكون هذا صعباً جداً. هيا بنا! مضحك حقاً، والآن علي التقاطها جميعاً. انتهيت، لنرى ماذا لدينا. واو، شاهدوا هذه، إنها إطارات. رائع، أنا أحب هذه الإطارات. هيا لنلتقط بعض الإطارات. حسناً، تعالوا معي. واو، لقد أحضرت ثلاثة إطارات، لكن أصدقائي، ما لون هذه الإطارات؟ نعم، الأول لونه برتقالي وأصفر وأحمر. رائع! لونه جميل. وهذا الثاني، أجل، لونه أزرق ومعه لون فضي. واو! هاي، ما لونكم المفضل؟ رائع! لون جميل، لوناي المفضلان الأزرق والبرتقالي. أما هذا فإن لونه أرجواني، يتخلله لون فضي لامع. رائع! سأختار هذا. حسناً، سأدوره أولاً حول ذراعي. واو! أجل! وي! راقبوا هذا. أجل! حسناً، هيا بنا. خطرت لي فكرة، صارت جميعها على الأرض. سأوزعها على الأرض وأحاول القفز فوقها. انتهيت، لنبدأ. سأقفز كالضفدع. ريبك 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 ريبك. أجل، أحسنتم. كان من الممتع تعلم فنون عروض السيرك. أجل! واو! انظروا إلى هذا، أصدقائي، أتذكرونه؟ هذا حبل مشدود. واو! الآن سأحاول أنا وأنتم التوازن عليه. يبدو ذلك صعباً لأنه رفيع جداً. واو! حسناً، لنحاول معاً. حسناً، قف على هذا السطح بوضع منتصب وامشي بثبات إلى الطرف الآخر. حسناً، وسأكون قريبة منك إن وقعت. أجل، لنبدأ، هيا بنا. لقد وقعت، لا بأس، سأعيدها. هيا بنا.
واو، وقعت ثانية. محاولة ممتعة. حسناً، لنجرب مرة ثالثة. هيا بنا، سأفعلها. واو، انظروا إلي، تمكنت من فعلها. واو، أجل، لقد نجحت. أرأيتم ذلك؟ كان ذلك صعباً جداً، وأنا سعيد حقاً لأنني استطعت النجاح في لعبة صعبة جداً. أحسنتم عملاً. حسناً، أولاً سأبدأ بالتدحرج. هيا بنا. واو، حسناً، والآن إلى التوازن. واو، التالي تمرينات الذراعين. هيا بنا. نجحت. واو، لقد كان ذلك ممتعا جدا. أجل، لكن وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ مستعدون؟ بي ال اي بي بي اي.